اسمي ناديه صالح، صحفيه في جريده الغد. كنت عايز تسالني على ايه؟ بس عايز اسالك على ايه رايك حضرتك في الوقفه هنا، شايفك بتمشي الناس من قدام الوزاره؟ لا، لان هيحصل احتكاكات، وده يحتك ده وده يحتك ده، فمش هينفع. احنا مش جايين عشان نضرب في بعض. هو اليوم المفروض ان هو سلمي، يعني اكتر حاجه ان الواحد يتملك اعصابه في اي حوار مع اي حد. وفي ناس هنا يعني متضرره، المحلات اللي موجوده هنا في وسط البلد متضرره علشان هم شايفين ان يعني حالهم واقف، تمام. بس احنا ما فيش، ده هو يوم الجمعه بس، يعني ارجو ان هو يبقى يوم الجمعه بس وما يحصلش اي حاجه، لاننا كلنا خايفين ان يحصل حاجه. طب كلمه للناس اللي ما نزلتش اصلا للميدان النهارده، تحب تقول لهم ايه؟ والله الناس اللي ما نزلتش، انا واثقه ان هم ناس برضو كويسين جدا، وهمهم على البلد وقلبهم على البلد. بس امي وامك والناس ديت اللي ما نزلتش ما تقدرش، لكن هم اصلا خايفين على البلد زيكم، كانهم نزلوا. يعني انا امي نفسها كانها نزلت، لانها بتتخض لما تسمع اي حاجه. لما سمعت ان الولاد هنا ضربوا وزاره الداخليه بالبلطوف وكده، الولاد الصغيره بصراحه قلقت جدا جدا جدا. وانا كصحفيه، انا عشان بحكم شغلي والكلام ده كله وطنيه قبل كل شيء، نزلت عشان اشوف الموضوع ايه بالظبط، وان شاء الله خير يعني باذن الله.